قاصات من بلادي بوادر بشير وسلمى صلاح، مرحبا بكم في صبايا أمدر. اهلا، مساء الخير. رمضان كريم. انا سلمى صلاح الدين، تخرجت في جامعة الخرطوم كلية العلوم. مرحبا بك بوادر بشير، في منورانا اليوم في صبايا أمدر. منور بوجودك، اهلا وسهلا. انا بوادر بشير، تخرجت من جامعة الخرطوم كلية العمارة. ما بين كلية العلوم وكلية العمارة، اليوم معانا قاصات من السودان، قاصات وكاتبات للقصة القصيرة جدا في السودان. ما ننسى مشاهدينا انه معانا ايضا كوكبة فريدة من اللحن الجميل. ننتقل مشاهدينا لاول لحن معانا في حلقة اليوم، نرجع نكمل حديثنا مع بوادر وسلمى صلاح. صبايا أمدر، مشاهدينا اليوم معانا بوادر بشير وسلمى صلاح، ومن كليات العلوم والهندسة، كاتبات للقصة القصيرة. كيف قدرتوا تجمعوا ما بين الاثنين؟ ومتين أصلا حسيتوا بروحكم أنتوا كاتبات للقصة أو للنصوص اللي يمكن أن تقرأ؟ تفضل. هي بس أنا حابة أبدأ بأنه التخصص الأكاديمي أو العلمي ما بيحدد إطلاقا الجانب ممكن يكون الأدبي للشخص، يعني سواء شعر أو كتابة قصة أو غناء أو كذا، لانه ممكن يكون اكبر، يعني لانه هو الادب بيتكلم عن الحياه عموما يعني. فبالتالي ما بهم انك انت مهندس او طبيب او يعني اي مجال علمي او اي مجال عموما. نعم، لانه هي الكتابه الادبيه بتتعلق بالاشياء، التوازن الروحي بتاع الفرد اكثر من انها تتعلق بالتوازن المهني له يعني. فهي ممكن تكون باديه من مرحله يعني مرحله بدري بالنسبة للزول، يعني قبل ما هو يقرر انه يكون يخش علوم او يخش هندسة او يخش طب او كذا. بيلقى نفسه هو قادر يكتب نص. متين سلمى قد حست بروحها هي قادرة تكتب نص هو يمكن ان يقرأ، او انت قادرة تقدميه لزول عشان ما يقيمه لك؟ هل كان في الطفولة او المراهقة ولا متين؟ السؤال بطريقته اللي طرحت دي فحتبقى الاجابة عليه انه انا لسه ما كتبت النص، رضيت عنه اقدمه الى الان للناس. أيوة. طيب 200 اول نص كتبتيه واساسا حسيت انك بينك وبين نفسك انه ده نص ناضج او يصلح انك تصفيه بقصه قصيره او خاطره او اي مسمى؟ اول حاجه كتبتها كان شعر. بديت بالشعر. بديت بالشعر. أيوة. اوكي. بديت بالشعر، ويعني رجوعا لسؤالك الاول بتاع انه احنا ليه في كليه العلوم وكليه الهندسه وايه يعني جابنا على القصه القصيره والقصه القصيره جدا، بحب برضو افكر بوادر انه مناخنا في جامعه الخرطوم مناخ بيفرخ كتاب وشعراء وقصصين وادباء وناس علاقتهم بالادب وسيطه جدا وبالثقافه عموما وبالرياضه وبالفن بكل مناهج الحياه. يعني احنا جامعه تخرج ودباء تخرج اكاديميين في نفس الوقت، فما عندنا مشكله. بوادر وسلمى ذكرنا مصطلحين، ذكرنا القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا. طيب عشان نوضح المفهوم للسادة المشاهدين، انتوا كتاب قصة قصيرة ام قصة قصيرة جدا في البداية، فبعدين نوضح المفهوم. كويس. انت اذا عاوزة تطلقي لقب كاتب كحاجة يعني شاملة، فهو الكاتب ممكن يتنقل من القصة إلى القصة القصيرة جدا، وفي أحيانا الشعر أو النثر أو الكتابات الأخرى يعني، لأنه هي المسألة لها علاقة بالكتابة أكثر من علاقة بالتخصص نفسه. نعم. لحد أو في رأيي دل في البداية لحد ما هو يلقى شخصيته في نوع ضرب معين من كل اللي ذكرتيه، فبالتالي هو بيتخصص يا ككاتب قصة قصيرة جدا أو ككاتب قصة أو كذا. بوادر بشير بتلقى نفسها أكثر وين؟ بوادر عشان نوضح للسادة المشاهدين، بوادر هي حازت على جائزة البي بي سي بالتعاون مع مجلة العربي 2010، يناير 2010 إن ما خانتني الذاكرة، لنص مشاهدينا هو زجاج. لكل المشاهدين يستطيعوا أن يجدوا النص موجود على شبكة الإنترنت. بودر، إذا كانت عندك تجربة هي ناجحة وتجربة قيمت، أنت بتلقي نفسك أكثر وين؟ خصوصا أنه نص زجاج هو قصة قصيرة وليست قصة قصيرة جدا. طيب، هي القصة القصيرة جدا أصعب كثير جدا من القصة القصيرة. صحيح. فهو انا افتكر ان هي مرحله متقدمه للكاتب انه هو ينتقل من قصه قصيره جدا لقصه من قصه قصيره لقصه قصيره جدا. حاليا انا ما وصلت المرحله الاحترافيه في القصه القصيره جدا، انا بعتبر كل محاولاتي هي محاولات يعني في الضربين، بحيث انه الكتابه محتاجه انك
تمارسها أكثر. بعدك بتكتشف في روحك تكنيكس كثيرة ممكن تأهلك لأنك تكون محترف في القصة أو القصة القصيرة جدا أو كذا. بالنسبة للهواية بتاعتي الشخصية والحاجة اللي أحبها، أنا ما عندي حاجة معينة، يعني ممكن أتنقل من النثر للقصة أو القصة القصيرة جدا ما حسب الله. حسب الله عليك يا بودرة وكعادة كل الكتاب يعني. أي حسب بيكون، أنا ما أدري أقول المود الكتابي للزول في اللحظة اللي ممكن يكون دايركت فيها، لكن حسب الحاجة اللي داير يعبر عنها في اللحظة دي. ففي حالات بتخليك داير تعبر بنثر ما بقصة أصلا أو بخاطرة و... سلمى بتلقي نفسك أكثر وين في التعبير في الكتابة؟ في القصة القصيرة جدا أم القصة القصيرة؟ في القصة القصيرة جدا. مش بلقى نفسي، بس بلقى التحدي الأكبر في كتابة. لأنها أصعب، لأنها بتحتاج نوعية معينة من الكتاب، عنده أسلوب معين، عنده طريقة مهارة محددة، عنده مهارة محددة. ويعني بوادر عارفة إنه القصة القصيرة جدا الناس اللي ناوية تتعامل مع القصة القصيرة جدا فهم المفروض يكونوا الأعلى كعبا في اللغة، لأن هي الأكثر صعوبة يعني تكثيفا وصعوبة. أيوة وتكثيفا. طيب عشان ما نوضح للسادة المشاهدين، القصة القصيرة وبداياتها في السودان هي بدايات قديمة جدا، يمكن تكون من ثلاثينيات القرن الماضي بظهور الكتابة عموما في السودان، أو أول منشورة صحفية هي جريدة الفجر وجريدة النهضة. كانت هنالك أول محاولات أو مجموعة قصصية هي غادة القرية لعثمان محمد نور، وهو رائد القصة القصيرة في السودان. أما القصة القصيرة جدا فهي حديثة العهد بالسودان أو بالوطن العربي أو بالمنطقة أو في الكتابة عموما. القصة القصيرة جدا للسادة المشاهدين يمكن توضحها أكثر سلمى وبوادر من خلال تجربتكم، خصوصا انه هو نص جمع تطور العصر مع احساس القارئ بانه ما قادر يقرا يعني النص الطويل المسهب في الطول. القصه القصيره جدا فن مستحدث نوعا ما، يعني بداياته بجديه كانوا وقواعد ونظم واطار يحكم القصه القصيره جداً. هو اطار مرن طبعا زيه زي اي اطار فني او ادبي، لكن إطار أو شكل محدد للقصة القصيرة جدا كان في التسعينيات. كانت أوائل المجموعات القصة القصيرة جدا للمجموعات المغربية خلالنا في شمال أفريقيا، يعني بحيي كل الإخوة في شمال أفريقيا الكتاب الأعزاء الرواد في مجال القصة القصيرة جدا، وحيي برضو الأستاذة فاطمة السنوسي رائدة القصة القصيرة جدا السودانية. ذكريني انت كنت عاوزه شنو؟ انا حذكر بوادر وسلمى احنا تحديدا عشان نوضح للساده المشاهدين يعني شو نص قصير جدا او قصه قصيره جدا، ولكن ما ننسى انه حنطلع لحن نستمع الى اللحن مشاهدينا. صباح يوم دور مشاهدينا، بتواصل معاكم معانا بوادر وسلمى وتحدثنا عن تعريف للقصه القصيره جدا في السودان. القصة القصيرة، وذكرت لنا سلمى أنه عندها رواد في السودان وبدت في التسعينيات من القرن الحديث. ليه القارئ أصبح يحتاج إلى النص؟ يعني النص ده الأوجد شنو في الساحة؟ معلش بس أنا ضد نظرية أنه سرعة العصر هي اللي أنتجت نص قصير جدا ساندويتش، يعني حاجة تشيلها وتمشي بها تقراها سريع وكذا، لأنه القارئ اللي انت بتكتب له ما بيفرق معه انه يقرا نص طويل او نص قصير او نص قصير جدا، بدليل انه الروايه ما زالت هي سيده ال. وين كانت راجعت يعني اذا ما خالفتيني يا سلمى؟ لا ضد الراي. ضد الراي من حقك. الروايه طبعا لا ما تراجعت. انا ضد انه سرعه العصر وإيقاع السريع هي اللي قلصت حجم القصه، لانه لو بالطريقه دي فاحنا حنجي في زمن ما حتكون فيه لانه احنا وصلنا قصيره جدا، يعني حنصل لشنو يعني بعد بوادر. في كاتب مره انا لا اذكر اسمه يعني، فهو كان بيتكلم عن انه بدعو لانه القصه كلها تبقى عباره عن سطر واحد يعني، فهي ده كان واحد من خلينا نقول واحد من الافكار يعني في المجال الادبي، انه هي القصص او النوع ده من الكتابه انه يكون سطرين او سطر واحد. اذا جينا نتكلم عن الاسباب بتاعته او هو ليه، ممكن تكون في اسباب كثيره زي ما ذكرتي انت سرعه العصر وكده اللي هي ممكن تكون تختلف مع سلمى.
او انه الكاتب انت اللي بتخالفي سلمى القدره. لا انا بديك في الاسباب عموما. اوكي. اذا جينا نتكلم عن انها هي القصه القصيره جدا مفهومه او فائدتها او الرساله اللي بتوصلها، هي بالنسبه لي انا شخصيا هي عباره عن انك انت بتحتشد لغه عاليه جدا بتوصل بها تكثيف يعني ليه. ايوه بتوصل بها رساله عاليه كبيره جدا يعني. فبالتالي الحاجه دي هي ممكن تكون في سطر، ممكن تكون جملتين ثلاثه جمل وهكذا. تمام. فهي القصه القصيره جدا هي ما تقاس بعدد الكلمات اللي فيها او انما بتقاس بالحاله اللي انت يعني استقبلت بها النص. بالتالي هي هنا بتبدا بتكمل روعه القصه القصيره جدا يعني. طيب كنص قصير جدا يا بوادر، هل حاسه انه النص ده قادر يلبي احتياجات الكاتب او خياله او انفعاله في تلك اللحظه عشان ما يعبر لي بنص مثلا؟ والله ممكن. لانه هو اذا جينا نطرح حته انه الكاتب واحتياجاته الشخصيه، ده طبعا مجال كبير خالص حنخش فيه، انه هل الكاتب بيكتب لنفسه على لاحتياجاته ولا بيكتب لاحتياجات القراء، او يعني في جدليات كثيره في الحته دي. اذا دلنا نتكلم عن الكاتب بعبر كطريقه تعبير يعني، فهو بيختار بها قصه قصيره، هو ممكن يعبر فعلا بكلمه زي الرسام مثلا ممكن يعبر في لوحته كامله يكون خاطي خطين يعني. نعم. انا حابه اخصص الحديث سلمى وبوادر، يعني بوادر وسلمى، انت يا بوادر هل حاسه انه من خلال النص القصير جدا انت قادره تلبي احتياجاتك عشان الكلام يكون مخصص؟ نعم. نعم. اذا الاجابه بنعم ام لا فنعم يعني. طيب سلمى، إذا كانت بوادر هي شايفة النص القصير جدا هو قادر إنه يلبي احتياجاتها في إنها تعبر عن اللحظة أو الحالة المزاجية والنص اللي هي حابة تكتبه، طيب إحنا عندنا نماذج كثيرة لكتاب ولقصص قصيرة جدا، أحيانا القارئ قد يشوف إنها هي ما كافية، يعني هي ما لبته هو كقارئ، إذا حاولنا نفكر بخيال القارئ ما الكاتب. أنت مع أم ضد؟ وريني رايك في الحالتين. انا معي انه القصه القصيره جدا ممكن تقول كل اللي ممكن تقوله روايه كامله. يعني ممكن نقول انها هي روايه في كبسوله، لانه القصه القصيره جدا فيها بتتقاطع مع الروايه ومع القصه القصيره في كل عناصرها، وبتضيف مميزاتها الخاصه بها هي يعني نكهتها الخاصه. ايوه نكهتها مميزاتها الخاصه بها، يعني شروطها اللي مفروض تكون فيها عشان تتحول للجنس المعروف بالقصة القصيرة جدا. طيب ذكرتي لنا محور مهم جدا احنا حابين نتناوله، انه هل هنالك فعلا معايير لكتابة النص القصير جدا؟ ايوه طبعا. كلمين عنه. طيب انه هي بتفرق من الخاطرة في شنو، او في التعبير عموما، او في النثر، يعني شنو قصة قصيرة جدا بمعاييرها؟ طيب قصة قصيرة جدا يعني فكرة هي بتشبه أي نوع من أنواع السرد، الحكاية سواء الرواية أو القصة القصيرة، في الخطوط العامة اللي هي الشخصيات، الأطر المعروفة، الشخصيات، الزمكان، الزمان والمكان، الحكاية في القصة نفسها كده، بتختلف في طريقة عرض اللغة في النص، في داخل النص، في مكان النص. في الرواية إحنا بنعرف إنه إحنا عندنا فكرة بنوسعها، فيها بتحتمل كمية من الأشخاص، فترة زمنية طويلة أو قصيرة على حسب ما يختار الكاتب. وفي القصة القصيرة برضو رغم أنه القصة القصيرة بقت تتحدد، يعني ويقول لك القصة القصيرة 1500 كلمة، فالتحديد بدأ من القصيرة، من الحاجة اللي فوق القصيرة جدا طوالي. القصة القصيرة جدا بتشبههم طبعا في أنه هي عندها شخوص، عندها زمان، عندها مكان، عندها إطار محدد، عندها حكاية برضو، وبتتميز عنهم بحاجات تانية مفروض تكون فيها عشان تتعرف أنها قصة قصيرة جدا، من ضبط الحجم بتاع القصة انه يكون ما في اسهاب، ما في ترهل في الكلمات. ترهل يعني شنو؟ يعني الكلمة في القصة القصيرة جدا موظفة، يعني مفروض نص القصة القصيرة جدا اي كلمة فيه تكون عندها وظيفة معينة، بحيث انه لو شلت الكلمة من النص يختل توازن النص. يعني مش ما في النص، يعني احنا بنقرا مركز مثلا. طيب لما كنا بنقرا مركز، طيب لما تيجي في مركز بتحس انه في كلام خدتيه مركز في الحكايه عشان تبقى روايه. نعم. لو سحبتيه او لو خدتيه ما حيأثر بحاجه في الروايه الا في حجمها، لانها حتبقى من 300 صفحه ل 250 صفحه. لا احنا ما عندنا كده في القصه القصيره جدا. المفروض في القصه القصيره جدا النموذجيه انك لما تسحب كلمه منها تأثر في السرد بتاعها، في بناء القصه وفي السرد. اذا حبينا نقول قصه قصيره جدا في للساده المشاهدين عشان نقدر نفهم بها والمعايير دي، ممكن تقول لنا منه نص بسيط من كتاباتك يا سلمى؟
طيب انا حقول نص و اسمحوا لي يعني معلش النص بذكرني واحدة من أستاذاتنا في القصة القصيرة جدا في السودان، واحدة من رواد القصة القصيرة جدا، واحدة من المشتغلين والمهمومين جدا بالقصيرة جدا. أنا بحيي في رمضان أستاذتي وأستاذة كل أستاذة بيتي علي، وبقول لها رمضان كريم وكل سنة وأنت طيب. في ناس هي بتحبه جدا. مرة قريت إنه أول من أطلق كلمة الأغبش في الصحافة السودانية كان أستاذنا الكبير الصحفي عبد الله رجب. فأنا بحبه جدا لأنه يعني تحبي الأغبش. بحب أستاذ عبد الله رجب جدا، بحب الأغبش الكتاب والشخصية اللي هو. أوكي. فحاولت أدخل الأغبش بأي طريقة من الطرق في قصة قصيرة جدا. فكانت هي عبارة عن سطر واحد. تفضلي. طالب الخياط، طالب الأغبش الخياطة بجيب، ضحك القماش. انتهت. واضحة أصلاً فيها. كده يمكن نكون وضحنا تماماً للسادة المشاهدين يعني شنو نص قصير جداً. نص قصير أيوة، اللي هو عشان أقول حاجة كمان مهمة في المنطقة دي. انت ضحكتي لما انا قلت النص، والورا الكاميرا ضحك لما قال النص بواضح وضحكت. لكن من المهم جدا انه كل واحد انه تكون في تاويلات للنص، يعني نعم. يعني انت تكوني فهمتي حاجه وهو يكون فهم حاجه قريبه لك وهي فهمت حاجه بعيده خالص. دي نعم. واحده من مميزات القصه القصيره جدا، انك تخلي فضاء التاويل مفتوح لكل القراء. لكل القراء، ما تحجر ابدا. انت بتحجر كيف في الكتابه لما نعم. انت تخط للقارئ بداية ونهاية مثلاً، مش بداية ونهاية، تخد له رأيك الشخصي أنت جوا نعم. تسير القصة بحيث إنه هو يصير في اتجاه واحد وده نعم. خطأ. شكراً سلمى، سمعنا نص قصير جداً وأكيد حنسمع منك بوادر. مشاهدينا نطلع إلى لحن ونرجع نكمل مع قصات القصيرات جداً وقصة القصيرة بوادر وسلمى، ونرجع نكمل حوار. لأي كتابة في سواء كانت قصة قصيرة أو المهمة الكتابة عموماً، الخطوط الحمراء عند كل كاتب هي بتتفاوت مساحتها، مساحة التعبير عنها من كاتب لآخر، من شخص لآخر، من مزاج لآخر. الخطوط الحمراء اللي هي إذا حبينا نوضحها أو نحددها تماما هي ثلاث أشياء: تابوهات بالنسبة لبعض الناس، السياسة والدين والجنس. ماذا تعني عند بوادر وسلمى؟ نسمعك يا بوادر. إذا دلنا نتكلم عن التابوهات في الكتابة عموما، هي هنا بتفرق الكاتب همه بالمسألة دي. يعني في كتاب بياخدوا الكتاب عن التابوهات، خلينا نقول بالفهم بتاع انه انا بكتب عن تابو، فبالتالي بتميز عن باقي الكتاب انه بطرق خط ساخن او خط احمر او كذا يعني. بينما انه هي انا في رايي الشخصي الامر ما له علاقه بانك انت بتكتب من اجل التميز او بتكتب من اجل الكتابه نفسها، لانه حاليا بقت هو القصه القصيره او الكتابه عموما هي انعكاس لحاله مجتمعيه عامه يعني. فانت اذا دار تعكس المجتمع بصوره حقيقيه او بصوره واقعيه، بالتالي بتكون مهموم اكثر بلغتك اللي عاوز توصله وبالحدث اللي عاوز توصله بدون اي يعني اهتمام شخصي بتميز يعني يخليك انك انت كتبت على الموضوع ده يعني باسمك يعني. لانه انا في رايي انه هو الكتابه عموما هي حاجه للتاريخ يعني، هي نعم. مفروض اي كاتب بيخد نص بيكون خاطف في باله انه النص ده حيبقى كم بعده يعني، ما اسمه هو او الزخم اللي حيصنعه من وراء نعم. النص ده يعني. فبالتالي الكتابه عن التابوهات هي ما يعني ما اسمه. بوادر بشير اتطرقت للتابوهات الثلاثه في احد كتاباتها؟ ممكن اكون اتطرقت بها، لكن انا زي ما قلت لك انا ما استخدمتي اسلوب نعم معلش اوكي. في من التقنيات في الكتابه في الاسلوب المباشر والاسلوب الغير مباشر. نعم. في كتاب رائعين جدا وعظيمين جدا بيكتبوا بالصوره الاسلوب المباشر يعني. في كتاب اخرين هو مزاجهم او اي مزاجهم الكتابي بيخليهم انهم لا، هو ما يستخدموا اللغه الصريحه بل يستخدموا الرمزيات
تمام؟ زي مثلا اذا في رسام بيرسم صوره حره، بيرسم نعم. مشهد يعني طبيعي نعم. وفي رسام ثاني بيعبر عن نفس المشهد الطبيعي ده بالوان واشكال هندسيه او اشكال ما، يعني انا ما بقدر اقول انه الكاتب اللي عبر عن بالاشكال بالصوره التشكيليه دي هو ما قاصد الحاجه. بوادر انت مصره تعممي لي اي، انا عايز اعرف بوادر في كتاباتها هل اتطرقت للتابوهات الثلاثة أم لا؟ وإن كانت تطرقتي هل بلغة صريحة أم برمز غير مباشر؟ قلت أنا من معرفتي بقى كتبت عن الدين، لو أنت بتعتبر أنه الدين تابوه فهي كتبت عن الدين في أسطورة روزماري بنت السماء، وكتبت عن الدين مرتين ثلاثة أربع مرات بقدر بشير. انا بالنسبه لي هو الامر ما كتابه، يعني انا بس ما بفكر بنفس الطريقه دي، يعني ما بفكر بنفسي انه انا كتبت عن التابوهات فبرجع بقوم بشوف وين القصص اللي كتبت فيها على التابوهات دي. نعم يعني انا بتكلم تحديدا يا بوادر عشان اكون واضحه عن التناول، انه في هل هي حاجه يمكن ان نتناولها؟ انت بتتكلم عن انه انا مثلا هل اخاف انه اتطرق لحاجه زي دي او نظره المجتمع اذا كتبتها؟ نعم. بصراحه ده ما من همومي. أوكي. انا ممكن يكون من همومي انه الكتابه نفسها جودتها ممكن تكون كيف، ممكن تصل ليات نوع من القراء ممكن يتقبلوها ما كمجتمع كيف، بل يتقبلوها كقراء كيف يعني، لانه الكتابه هي ما لها علاقه بالسودان او الصومال او كده، هي حاجه في رايي الشخصي حاجه عالميه. نعم وضحت. التابو عندنا هو ما تابو عندي، يعني الليلة أنا كتبت رواية كاملة عن السياسة أو الدين أو الجنس وكانت رواية صاخبة جدا وصارخة جدا، ممكن تقرأ في دول برة كرواية عادية جدا. نعم فبالتالي ما من همومي الكتابة. سلمى صلاح والكتاب والخطوط الحمراء، أين تجد نفسها سلمى؟ والله أنا شايفة أنه مكان ما توديك الفكرة مش طوال، بلا قيود. الكتاب اللي بلا قيود. بلا قيود طبعا. كيف بلا قيود؟ الطريقه بتاعتي اللي انا بكتب بيها، الاسلوب اللي انا بكتب به هو اللي بيطلع فكرتي. نعم. فالفكره اللي احتاجت، لو اعترض الفكره اللي او كان جزء من الفكره كلام في واحد من التابوهات الثلاثه سواء كان دين او سياسه، انا ما بعتبر السياسه تابو نهائي ما عندي اي مشكله. بتعتمد على المكان زي ما قالت بوادر. السياسه ما تابو، ما بعتبر السياسه تابو. هو السياسه تابو؟ الجنس والدين، حتى الدين ما تابوه لو كان يتفهم صح. الدين ابعد ما يكون عن التابو. ماذا تكتب سلمى طيب؟ كيف؟ بتكتبي عن شنو؟ بتستلهمي افكارك في قصصك؟ يعني القارئ لو مر بلمحه سريعه عن كتاباتك، شنو اللي بيستلهم سلمى في كتاباتها؟ انا بكتب في ازرق الايام دي، ازرق عن مجتمع جبال النوبه، الشعب الحر الجميل السوداني البطل، وانا بكتب زي ما بوادر عارفه، يعني زي ما احنا كلنا عارفين، زي ما انت برضه عارفه، انه الفتره اللي بتلي اللي بتسبق الكتابه اهم مليون مره من الوقت اللي انت بتقعد تكتب فيه، اللي هي فتره التحضير. وانا بكتب عن شعب جبال النوبه، اكتشفت انه انا سايحه في بلدي، وانا يعني انا ما اعرف حاجه عن جبال النوبه، عن عدد قبائل جبال النوبه، عن لغات جبال النوبه، عن اصول جبال النوبه، عن تاريخ جبال النوبه، عن الجيش في جبال النوبه، عن المقاومه، علاقتهم بالمهديه، علاقتهم بالحرب العالميه الاولى والثانيه، مين هم جبال النوبه، المصارعه لجبال النوبه، الانتماء الاسري كيف يعني. انا اول مره اعرف انه النوبي خاله اهم عضو في عيلته مثلا، النوبي منتمي. فانت بتتعرفي على منطقه حابه تعبري عنها بكتاباتك؟ منطقه او حاله او اي حاجه. كتاباتك يعني القصيره جدا ولا القصه القصيره؟ القصه القصيره جدا، محتاجه تركيز مش تحضير. تكثيف. ايوه تركيز اكثر من تحضير. في نص منها بقى جاهز يا سلمى؟ من قصص قصيره او قصص قصيره جدا؟ من النص الحسي انت حاليا بتحضري له، وهل في منها ازرق؟ نعم ازرق. اي ممكن نسمع منه جزء بسيط؟ لا انا ما جاهز. ما جاهز حاليا. ازرق حاجه طويله. القصه قصيره يعني، ما قصه قصيره جدا؟ قصه قصيره ازرق سواكن. بوادر بشير ماذا تحضر الان او من وين بتستلهمي كتاباتك؟ من الشارع. في رأيي اكثر حاجه بتعلم على بوادر شنو بتحب تعبر عنها من خلال قصتها القصيره؟ هي 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 في حاجه في بوينت هنا بس، يعني هي بيكون الفكره في اللحظه بتاعت الكتابه او انت لحظه التعبير دي، انك انت ممكن تكون تشوف امر ما يعني، فهو اللي يقوم يدفعك
لانك تكتب عنه. في كاتب ثاني لا هو بيفترض العكس، يعني بيفترض انه عاوز يكتب عن امر ما فبيندفع للكتابة عنه، يعني اذا تفهم كلامي يعني. انا شخصيا الكتابة هي حالة زي ما ذكرت سلمى، ممكن تلاقيني في الشارع، ممكن تلاقيني في 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 مشاهد من الشارع يعني العام، لا ممكن تلاقيني في الخيال، يعني ممكن اكون بتخيل اشياء وكذا فاقوم بكتب عنها. ممكن تلاقيك حاجات خيالية يعني. أي يعني هي ما عندها قيود معينة، هي بتكون الحاجة اللي أثرت لأنك أنت تكتب أكثر من إنه أنت بتستلهم من وين، بتكون يعني هي الزر اللي قام شغلك لأنك تقوم تكتب ده أو الدفعك ده، هو بيكون ممكن يتواجد في 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 أكثر الأماكن غرابة، أكثر الأماكن يعني. وأكثر وأغلب الأمزجة. أيوة. حنستأذنكم سلمى وبوادر، حنستمع برضو للحن جميل مشاهدينا في صبايا أم دور صبايا أم دور مشاهدينا يتواصل معكم مع بوادر وسلمى. بوادر وسلمى في يعني حاليا ظهرت بعض الكتابات اختلطت فيها العامية بالفصحى، كتابات كثيرة حتى بنلقاها أكثر وجودا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، نلقاها هي ظهرت ويعني خدت لنفسها مكان ومساحة، حجزت لنفسها مساحة. انتوا رايكم فيها شنو؟ ما فيها مشكلة؟ ما أضرت باللغة العربية؟ العامية لما توظف صح عمرها ما تضر لا أنا قصدت المزج، المزج العشوائي، ما هو مش المزج بس، المزج العشوائي يعني إنك تكون بتكتب ناس مستهدف شريحة كل الناطقين بالعربية وتخصص أغلب كلماته أو أغلب المفردات فيه والتعابير للغة العامية، فكده هتضيق النطاق بتاع العامية اللي قصدتها هي لغة الشباب الحالي يا سلمى. كي. اللغة الحالية اللي عند الشباب المستخدمة عند الشباب، ما اللغة العامية العادية المعروفة اللغة السودانية. يعني مش لغة المواطن يعني السوداني. نعم. العادي العامية السودانية. هل هي ضرت بالكتابة؟ أو مستقبل الكتابة؟ أنا عندي رأي يمكن يكون غريب شوية، لكن أنا مع الشباب في أي حاجة يعملوها، لو حبوا إنه يدخلوا لغتهم اللي شايفينها في الكتابة يدخلوها، أي حاجة بدأت جديدة، أي حاجة ابتدعت وجهت بنقد، أنا مع المتنفس. خلي الناس تتنفس لأنه الزمن بقى صعب جدا، اللي عاوز يدخل العامية في كتابته بس بشرط. نعم. إنه في فضاء زي الفيسبوك. رأيي الخاص لو انت جيت داخل مكان قالوا لك انه المكان ده يا اخينا المكان ده كذا وكذا 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 تلتزم أوكي. او تغادر يعني، لانه الخيارات مفتوحه جدا، في نوادي العاميه ونوادي الفصحى ونوادي اي حاجه ونوادي الخاطره وكذا. على ذكر الفيسبوك والشبكات الاجتماعيه سلمى وبوادر، اصبحنا نجد اليوم في شبكه الفيسبوك او خلينا نقول كل المواقع والمنتديات السودانيه مسميات عديدة لنوادي القصة القصيرة بمسميات مختلفة، عشان ما أشكر أسماء وأكون نسيت أسماء. هل المساحات المختلفة بالكم الهائل ده خدمت القصة القصيرة جدا أو القصة القصيرة عموما، أم هي أضرت بها، أم أصبح هنالك مثلا تحزبات معينة لجروبات معينة أو لمجموعات معينة؟ رأيكم فيها شنو؟ نسمعك يا بوادر. هي الكتابة، الانفتاح في الكتابة عموما اللي هو في حركة النشر الإلكتروني، طبعا هو ناتج عن إنك حركة النشر الورقي خلينا نقول هي ما بقت بنفس الوفرة في الإلكترونية يعني. السهولة فالحاجة يعني. دي أيوة السهولة، فالحاجة دي ممكن تخلي كتاب يعني خلينا نقول حتى هم ما مكتشفين حاجة بمواهبهم يظهروا بصورة رائعة جدا عبر النشر الإلكتروني. فهي أنا في رأيي هي أبدا ما أضرت بحركة النشر، ما أضرت في خدمة الكتاب، لكن هل أضرت في خدمة الكتابة نفسها؟ دي بتبقى بعد ذلك إنه أي زول همه يعني الليلة أنا إذا بنشر من أجل أيوة إذا بنشر من أجل النشر ولكي أقرأ بصورة كبيرة جدا وسط كمية من الجروبات وكذا، بيكون بعد ذلك يعني بيكون المرجع لي إنه ليه بنشر يعني ليه بكتب يعني. نعم. تمام. أما إذا بكتب بصورة يعني بصورة خاصة من أجل كتابة يعني، في كتاب كتار جدا كل النشر في حياتهم منشورات قليلة جدا. نعم. يعني ممكن تكون كتاب كتابين. نعم. يعني لكن أثرت في المفهوم الكتابة في العالم كله يعني. نعم. فهي النشر العام أو النشر المفتوح الفضاء المفتوح هو بيساهم بصورة ممتازة جدا في عملية النشر الإلكتروني. أيوة.
نعم. للكتابات. أجل. هل من مبادرات لسلمى ولبوادر ولمعظم الكتاب الناشئين اليوم الكتاب اللي أصبحت مواهبهم هي علامة بارزة وواضحة حسي في وسط الشباب، هل في مبادرات، هل قمتوا مثلا بتجمعات أو جمعيات أو إلى آخره؟ كثير طبعا كثير، تقريبا في مشاريع بتاعت نصوص مشتركة اتعملت كثير. يعني في زي حاجة زي الديوتو الغنائي، احنا عندنا ديوتو كتابي كثير. في تحفيز، في ناس بتكتب جدا لكن محبطة مهمومة كده، الحاج يوسف ازيك كيف الأحوال، لو سمحت اكتب الحاج يوسف، يعني دي من الحاجات اللي انا بقولها كل يوم في الفيسبوك. الحاج يوسف صديقنا البشمهندس خريج جامعة الخرطوم كلية الهندسة، انا بعتبره واحد من يعني من كتاب من الألمعيين في الكتابة. هو فائز بالجوائز، وهو فائز بالجوائز بتاع قصص، قصة قصيرة، لكنه ابدا ما مريحنا ابدا، يعني ما بيكتب ابدا. فانا ليه قلت الحاج يوسف؟ لانه ده المثال اللي احنا بنعرفه، اللي هو في امثله كثيره زيه، انه في ناس ما بتكتب وعند الملكه الفيسبوك فضاء بيتيح للناس متنفس بالنسبه لهم، انه متاح يعني وسيله متاحه، وحتى الناس بتساعد بعض يعني كثير، انه اكتب اعمل كده، تعال نعمل كده، التحدي، الجو بتاع الكتابه، الغيره الكتابيه اللي نعم حاجه صبغت يعني. المبادرات دي يمكن تكون هي خلقت روح التنافس، خلقت انه او خلت الناس اللي ما بيكتبوا انهم يعني يرجعوا ويحاولوا مثلا تستفزهم مثلا قضيه معينه او حاجه فيرجعوا، يعني في الواحد لما يقرا نص معين تستفزه الفكره فيحاول يجاري النص او يبتدع نص مشابه. ايوه طبعا هي الكتابه طبعا بتحتاج تحفيز يعني، لانه هي زي اي حاجه، هي تكون فكره في راسك فانت بتحتاج عشان تطلعها دفره يعني. فهي بتختلف بعد ذاك من كاتب الى اخر يعني، في كتاب بيتحفزوا بكتابه الاخرين، بالقراءه للاخرين، او هو زي ما معروف انك انت كل ما قرات كل ما انتجت اكثر، ما عشان انت بتعمل يعني بتاخذ نسخ للقراءته نعم. بس عشان انت بتغذي اكثر في مخيلتك الادبيه الكتابيه يعني. نعم. فهي كونك تكون مواكب جدا لحركه النشر وللكتاب في مجال في عصرك، خلينا نقول وحتى ما في عصرك يعني، خلينا نقول انه هي الكتاب ما بعمرهم بل بكتابتهم يعني. اكيد. فبالتالي هالحاجه دي بتخليك تتحفز او بتعرف انك انت ممكن تصل وين في التكنيكس، ممكن او الناس بتدعو شنو فانت عاوز تبتدع غيره او كذا، او داير تثبت شنو في الكتابه او كذا. نعم. بوادر وسلمى تفضلي. كان في نقطه صغيره كنت عاوز اقولها، عاوز اقول انه الكلام على الكتابه لابد انه يرافقه كلام على النقد والتحليل، لانه زي ما معروف في العباره الشائعه في وسط الادباء انه خيول الكتابه لابد وان تجر عربة النقد. فانا من هنا بحيي مجموعه من النقاد والمحللين في الفيسبوك اللي هم كان لهم الفضل في انه كميه من الشباب تعرف مواهبه، استاذ فيصل عباس من الدوحه، استاذ مبارك العوض السوداني برضه مقيم بالدوحه، استاذ بدريه علي، استاذ بهجي جلال، استاذ عبد المنعم محمود، استاذ قاسم عثمان، استاذ طبعا محمد حسن المجمر، يعني كميه من النقاد اللي لولا توجيهاتهم ولولا نصايحهم ما اظن كان الناس يعني نضجت كتاباتها، خدت الناس في التحيه لهم ايضا من حلقتنا اليوم من صبايا ام درمه. بوادر وسلمى انا استمتعت بحديثكم الرائع جدا اليوم في حلقتنا، شكرا. يمكن الوقت ما كفانا عشان ندي حقها القصه القصيره جدا في السودان والكتاب الواعدين والناشئين والمتميزين جدا في السودان. شكرا كثير بوادر وسلمى. شكرا. كلمه اخيره بتوجهها للساده المشاهدين، ويا ريت توجهوا عنايتهم برضه لانه انتم بتكتبوا وين عشان هم يتابعوا كتاباتكم. تفضلي سلمى. كلمة صغيرة، حاجة قال لي أبوي ربنا يرحمه، ماما ازيك مساء الخير، عارفة إنه لازم أجيب سيرة أبوي يعني. فحاجة علمني لي أبوي وأنا أتمنى إنه كل الناس تتعلمها، إنه المعلم الأول للكتاب والمعلم الأول للبلاغة وشاحذ الذهن في الأفكار وفي ضرب الأمثال وفي التشبيهات، الكناية، البلاغ، المجاز، الطباق، أي حاجة، هو الكتاب الأول، الكتاب الأعظم، الكتاب الأجمل، القرآن الكريم. فالناس دائما يعني الناس دائما تحاول، الأطفال بالذات لأن عقولهم ليلة جدا، تحاول تخلي الطفل دائما لسانه رطب بالقرآن، يثق تماما أن اللغة حتكون مرنة جميلة ممتعة أي حاجة يعني. ربنا يرحم الوالد إن شاء الله. بوادر
أنا عاوزة أوجه كلمتي الأخيرة يعني لكل زول ممكن يكون عنده هم بتاع كتابة وقراءة ونشر. يعني إحنا ككتاب ممكن نكون خدمتنا الفضاء الإلكتروني يعني، أو ككتاب برضو ممكن يكون همنا ما الفضاء الإلكتروني بس، لأنه في النهاية الفضاء الإلكتروني هو حبر على الفضاء الهواء. يعني على الهواء. إحنا أنا بتمنى يعني إنه تجي فترة إنه كل الدور النشر في السودان يعني تنتبه، لأنه فعلا في كتاب يستحقوا إنه يكون عندهم كتب تطلع برا يعني وتقرأ وتوزع يعني بصورة وتترجم حتى أو كذا. والحاجة دي هي للأسف ما متاحة يعني بصورة ممكن تخلي إحنا نقاشنا الهسي فيه ده بعد خلينا نقول 20 سنة ما يكون في بوادر بشير أو سلمى صلاح، لأنه ما في النهاية بوادر بشير أو سلمى صلاح هما أسامي مفروض تكون على كتب، مفروض تكون على منشورات ورقية، لأنه هي في النهاية الكتب هي العمر الأطول للحركة الثقافة بمفهوم عالمي والأرشفة الحقيقية. فأتمنى من أي زول مهتم بمسألة النشر أو عموما يبدو يرجع للشباب يشوفوا انه كيف ممكن يساعدهم في الحته دي يعني. شكرا لك كثير بوادر بشير وسلمى صلاح. مشاهدينا كانت حلقه اليوم من صبايا ام دور مع القصاد، كتاب القصه القصيره جدا والقصه القصيره في السودان متوفرين وبمساحه كبيره جدا عبر شبكات الانترنت. حتى الملتقى تحيه فريق العمل وتحيتي لحن الختام مشاهدينا، وفي امان الله.